تختلف الأضرار النفسية التي يعانيها كثير من الأطفال وتتنوع أعراضها ربما بالتوازي مع ما عايشوه من عنف وألام. ويشير أطباء نفسيون إلى أن بعض الأطفال لديهم إحساس بالظلم لمغادرتهم منازلهم إضافة إلى خوف وترقب، كما يعاني الأطفال السوريون الذين اضطروا للنزوح مرات عدة بسبب أعمال العنف صدمات نفسية متكررة. ويعبر الأطفال عن مأساتهم برسم الأسلحة وتحويلها إلى ألعاب، فيما يعاني آخرون قلة التركيز ذهنيا. تنضم إلينا الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية جاسمين وايتبيرد. أهلا وسهلا بك سيدة جاسمين معنا. لربما ما هي أبرز يعني الصدمات أو أبرز ما يعانيه الأطفال السوريون تحديدا مما يجري في سوريا؟ I'm going to be asking you, it seems that you don't hear the question. What are the major shocks or the major things that the children in Syria are living now with what's happening inside Syria on the ground? الأطفال في كل كارثة يعتبرون الأكثر تأثراً. 50% من الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم وتهجروا داخل سوريا وخارجها هم من الأطفال. لديهم القدرة على التعافي، فالأطفال يتمتعون بالمرونة، وأستطيع أن ألحظ ذلك من خلال أطفالي، ولكنهم يحتاجون إلى الدعم، ولا سيما الدعم الاجتماعي والنفسي حتى يتمكنوا من التعافي. وبذلك من الضروري أن تقوم منظمات مثل منظمة إنقاذ الأطفال Save the Children والمنظمات الأخرى في البلدان المجاورة لمساعدة الأطفال داخل سوريا. بالنسبة للمساعدات المقدمة للأطفال إلى الآن، إلى أي مدى ساهمت أو ساعدت في تخفيف حدة هذه الصدمات؟ Yes, until now the whole things is given, the whole helps given to the kids. How much helps to help them to pass these shocks? ما هي المساعدات التي يمكن أن تقدموها من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال؟ هناك الكثير من المساعدات التي تصل إلى الأطفال، ولا سيما الذين عبروا الحدود إلى الأردن وإلى لبنان. هذا يتراوح بين الأغطية والغذاء والمياه، بالإضافة إلى المساعدة المتعلقة بالتعليم وحماية الأطفال، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة. هناك أيضا دعم خاص لابد من تقديمه إلى الأمهات، ولا سيما اللواتي لديهم أطفال ويحتاجون إلى ضمان حمايتهم وسلامتهم، ولا بد من التأكد أن هؤلاء الأطفال يحصلون على الغذاء الضروري. في معظم الأحيان ننسى هذه الأمور خلال الأيام الطارئة، ولكن الحياة مستمرة ولا بد من دعم الأطفال والأهل. بكل تأكيد لديكم تواصل مع الحكومات أيضا في الدول ربما التي أنتم فاعلون فيها. إلى أي مدى يعني أنتم فاعلون في المناطق الساخنة في سوريا تحديدا؟ Of course you do have communication with the governments and those who facilitate your work inside Syria and those countries that you are بتسهيل عملكم في سوريا. هل عملكم فعال هناك؟ هل هناك نوع من التواصل مع الحكومات؟ من الواضح أننا نعمل بشكل وثيق مع الحكومتين اللبنانية والأردنية، ونحن نعمل أيضا مع اللاجئين و المخيمات أيضا واللاجئين في مصر. كما تعرفون هؤلاء اللاجئون موجودون أينما كان، ولكن في سوريا العمل صعب هناك. بالطبع نحن حياديون، نحن لا نتحيز لأي طرف من الأطراف، ونحن نعمل من دون كلل من أجل الحفاظ على حياديتنا ومن أجل التركيز على مهمتنا الإنسانية التي تركز على أهمية إيصال هذه المساعدات إلى العائلات. مع اقتراب فصل الشتاء هناك حاجة ملحة من أجل للوصول إلى هؤلاء الأطفال ولا سيما داخل سوريا. هل لديكم خطط محددة أو معينة في الفترة المقبلة لزيادة هذه المساعدات التي تقدم للأطفال؟ Do you have any specific plans for the next
period for giving more aids or yes. to the kids. Yes, there's a couple of things that نعم, we're really focusing on. نعم، هناك بعض الأمور التي نركز عليها في الوقت الراهن. لقد أصدرنا تقريرا بشأن وضع الغذاء داخل سوريا. Bakeries are not working anymore. المخابز والأفران لم تعد تعمل حتى الآن. إن النسيج الاجتماعي يتأثر أيضا نتيجة هذه الأزمة وأصبح الغذاء عملة نادرة وهذا مثير للقلق بالنسبة إلى الأطفال فالأطفال الذين يبلغ عمرهم أقل من عامين يتأثرون كثيرا بهذا الوضع لابد من التركيز على الغذاء وأيضا الاستعداد لفصل الشتاء خلال العام الماضي رأينا أوضاعا تفطر القلب للعائلات داخل سوريا التي ليس لديها ملابس كافية كي تتمكن من تجاوز برد الشتاء إذن هناك برنامج لفصل الشتاء.